السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة انتصار فلور كاراميل. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشوفو شوفان بالفواكه الجافة الصحي ولذيذ، تقدروا تاخدوه مع الحليب الياغورت وحتى الريب. بالنسبة لهذه الوصفة ديال الشوفان بالفواكه الجافة كتجي مقرمشة وبنينة بزاف. دابا غندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير عندنا 500 غرام ديال الشوفان الرقيق، 100 غرام ما بين اللوز والقرقع، وعندنا 100 غرام ديال الزبيب الأسود، وعندنا 150 غرام ديال الشريحة وتمر، ما بين شريحة وتمر 150 غرام، وعندنا 100 غرام ديال رقائق الكوك، و70 غرام ما بين زرعة ديال نوار الشمس وزرعة ديال القرعة، 100 غرام ديال الزبدة، وعندنا 7 المعالق ديال العسل. ودابا غندوزو للطريقه. غناخدو الشوفان غنديروه في هاد الباسينه، غنزيدو عليه الزريعه ديال القرعه والزريعه ديال نوار الشمس، وغناخدو اللوز والقرقع غنقطعوه طريفات صغار، غنقطعوه طريفات صغار على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. نتمنى الوصفه ديالو اليوم تعجبكم وحتى المونتاج حتى هو. كنزيدو هذاك اللوز والقرقع على الشوفان في الباسينه، كناخدو هاد الكاسرونه كنديرو فيها 100 غرام ديال الزبده و7 المعالق ديال العسل، غندوبوهم بجوج باش الا ضفنا على الشوفان ما يتلصقش لينا. دابا كنضيفو الزبدة والعسل اللي دوبنا على الشوفان وكنخلطو مزيان حتى ينسجم، يعني حتى تلبس كل حبة بهذاك العسل والزبدة كما كتشوفو. من بعد غنديروه في واحد الطاوة ديال الفران وندخلوه الفران على درجة حرارة 150 ونحضيو معاه باش ما يتحرقش مع هو دغيا تيشد اللون، ونبقاو نقلبوه مرة مرة. ودابا غناخدو الزبيب غنقطعوه طريفات صغار، ولا بغيتو تخليوه هكذا كيف ما هو خليوه ماشي مشكل على حسب الذوق. ناخدو شريحه وتمر حتى هما نقطعوهم طريفات صغار كما كتشوفوا. Thank you.
بعد ما تحمر الشوفان وخرجناه من الفران غنضيف عليه الكوك وغنضيف عليه يعني المكونات كاملة اللي بقاو لينا، الكوك ولا الزبيب الشريحة والتمر، ونخلطو مزيان العناصر حتى كينسجمو كما كتشوفوا. ومن بعد غنرجعو ندخلو الفران واحد دقيقة ولا جوج دقائق صافي ونخرجو. كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها كيف ما العادة، ديروا جيم وشاركوا بالقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.